الرحمن الرحيم. النهاردة حابب أتكلم على مجموعة من الأبليكيشنز. هبدأ بالأبليكيشن الأول وهو أبليكيشن القرآن الكريم اللي إحنا شايفينه قدامنا. طبعا ده أداة من بنك التمويل الكويتي. مزايا كتيرة حقيقة في الأبليكيشن ده. طبعا المصحف كامل مجاني. من المزايا الجميلة لو خدنا من فوق على اليمين، أول حاجة ممكن لو اتكينا على الهلال بيظل زي ما احنا شايفين، ونقدر نقرأ المصحف بالخلفية السوداء والحروف تكون مكتوبة بالأبيض. لو اتكينا تاني على في نفس المكان فوق على اليمين بتتحول الخلفية للون الأبيض والحروف باللون الأسود. السهم اللي جنبه على طول، يعني معلش عشان عندي نوتيفيكيشنز هنا للأخبار فهتروح حالا بالظبط. بالنسبة للسهم اللي على اليمين فوق ده، طبعا ده لو انا حابب ان انا اعمل داونلود لأي كتاب من كتب التفسير اللي احنا شايفينها. انا شخصيا منزل تفسير الجلالين وتفسير صفوة التفاسير للشيخ الصابوني، في مجموعة اخرى من التفاسير، بس ده طبعا بيتوقف على المساحة للايباد او للايفون. ايضا عندي مجموعة من المقرئين، لو انت حابب تنزل القرآن الكريم كامل طبعا بصوت اي من الشيوخ اللي احنا شايفينهم دول، تقدر تعمل ده بكل سهولة. اما بالنسبة للايكون الثالث اللي انا اتكيت عليه حالا ده بيعد بيديلك اجمالي وقت القراءة في المصحف، ودي حاجة مفيدة جدا للناس اللي بتحب تتابع ويكون ليها ورد يومي وقت معين. طبعا بعد كده في البحث، لو انت عايز تعمل بحث على اسم صورة او يعني رقم صفحة معينة أو الجزء اللي أنت عايزه أو الحزب، بكل بساطة تقدر تعمل ده. أما على الشمال خالص فده طبعا زي ما احنا شايفين بيودينا لكل الصور 114 بتاعة القرآن الكريم. أقدر بكل بساطة إن أنا لو رحت مثلا لسورة النصر واتك عليها بلاقي نفسي رحت لها مباشرة. الجميل في الموضوع إن أنا أقدر لو جيت مثلا على سورة الكافرون، لو اتكيت كده دبل مش دبل كليك، ثبت ايدي اجي عند رقم واحد واثبت ايدي شوية هلاقيها بتتظلل. قل يا ايها الكافرون، حابب ان انا اشوف التفسير بتك على كلمة التفسير بيطلع لي التفسير هنا، او لو انا عايز ارجع تاني اتك على رقم واحد تاني وتشغيل الاقي المصحف بالطريقة دي. طبعا بيديني اختيار في الاول بيقول لي تنزيل كامل للمصحف ولا تنزيل الصورة الحالية فقط. لو انا قلت له مثلا الصورة الحالية طبعا نزلت اهي، لان النت ده بيتوقف على طبعا سرعة النت عندك هل سريع ولا بطيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان شرح مبسط لابليكيشن القرآن الكريم. ان شاء الله على لقاء قريب جدا، وشرح لابليكيشن اذاعات القرآن وابليكيشن الاذان ان شاء الله. شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن. سلام عليكم.